السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم ميس عبير سمير. بجدد لقائي مع طلابي حبايبي طلاب الصف الخامس الابتدائي. هنكمل مع بعض شرح دروس منهج الساينس، المنهج الجديد. طبعا هنكمل النهارده ليسون 3 من كونسبت 3، اخر كونسبت معانا في المنهج. كنا وقفنا في الفيديو ده، يعني ليسون 3 ده نزل على تو بارتس، بارت 1 وبارت 2. ده بقى بارت 2 منه. كنا واقفين ان احنا بنعمل ديفرنشيشن او بنفرق بين الميكستشر اند كومباوند. طيب، وقلنا ان في سيميلاريتي، يعني في تشابه ما بين الاثنين، ان الميكستشر از ا ماتر فورمد اوف تو اور مور ماتيريالز. تعالوا نبص على الكومباوند برضو، از ا ماتر فورمد اوف تو اور مور ماتيريالز، يعني الاثنين بعمل ميكس لماتيريالز توجذر. طب ايه اللي فرقهم وخلى الميكستشر نوع والكومباوند نوع تاني؟ ان الميكستشر ذات فورم او الماتيريالز ذات فورم ا ميكستشر، يعني المواد اللي انت عملتها لها ميكس توجذر وخلطتها وعملت بيها ميكستشر، دونت كومباين كيميكالي اند ميكسينج ذم دونت او دوزنت تشينج ذم انتو نيو سبستنس. يعني انا بعد ما خلطت الماتيريالز والمكونات زي فكره الفروت سالاد والفيجيتابل سالاد اللي شفناها في الفيديو اللي فات، هي في الاخر بعد ما خلطت كل المواد دي مع بعض، هي في الاخر فروت سالاد، هي في الاخر فيجيتابل سالاد، يعني ما تحولتش الماده جديده. ده معنى انها دونت جوين توجذر كيميكال، معناها انها doesn't change to new matter. يبقى الكومباوند العكس تمام، انها ماتيريالز انا عملت لها ميكس توجذر وكومباين كيميكالي. يعني ايه الكلمتين دول؟ يعني فورم نيو سابستانس، كونت لي ماده جديده خالص بصفات جديده. تعالوا بقى ندرس مع بعض ازاي بعد ما عملت ميكستشر اللي احنا قلنا من البروبرتيز او من الصفات والخصائص بتاعته ان الماتيريالز دونت ميكس او دونت رياكت كيميكالي، دونت جوين توجذر، يعني ما اتخلطتش بقى ودابت وعملت ماده جديده. لا، هو كل ميكستشر او كل ماتيريال في الميكستشر دي محافظه على البروبرتيز، كيب اتس اون بروبرتيز. اقدر ازاي اعملها بقى سيباريتنج وافصصها بقى وافصلها عن بعضها؟ هنعرف طريقتين. اول طريقه اسمها فلتريشن. فلتريشن، الفلتريشن دي عباره عن ايه؟ بنجيب كده زي فانل او القمع ده وبنحط حاجه كده اسمها فلتر بيبر، ورقه كده هنا بتبقى سميكه شويه. الفلتر بيبر دي بتبقى عامله زي فكره المصفى، عارفين لما ماما بتصفي المكرونه كده بعد ما بتتسلق، ففي الريفاينري او في المصفى الووتر بتنزل تحت والباستا كده المكرونه بتتبقى فوق كده، اتعمل سيباريشن، فصلنا الباستا عن الووتر. هي نفس الفكره. انا دلوقتي لو بتكلم عن سبستانس او ماتيريال في الميكستشر بتاعنا اللي احنا خلطينه، بس تكون في ماتيريال ليها سمولر بارتكلز زين الاذر، يعني واحده البارتكلز الاجزاء بتاعتها المكونيها صغننه وواحده كبيره، زي مثلا ساند and water. جبنا كوباية كب فيه water، حطينا عليه شوية sand الرملة، فطبعا دي حبيباتها مختلفة عندي، ال particles هنا different from ال particles هنا، في حاجة particles كبيرة في حاجة ال particles صغيرة، أو نفهمها بمعنى تاني الحاجات اللي ما بتدوبش. السند ده doesn't dissolve insoluble، مش هيدوب في المية. فبجيب الفلتر بيبر وابدا كده ان انا انزل الخليط ده الميكستشر ده بتاع الووتر اند ساند، فاللي هيحصل هنلاقي الووتر نزلت تحت اتجمعت في الكونتينر ده، والساند اتبقت حاجه زيت فوق الفلتر بيبر، الورقه دي بتاعه الفصل بدات ان هي ايه تحجز الساند فوق. يبقى كده بطريقه الفلتريشن احنا عملنا سيباريشن الساند فروم ذا ووتر. يبقى الحاجات اللي ما بتدوبش هنفرقها بالفلتريشن. طيب تعالوا نتكلم على الطريقة التانية اسمها ايفابوريشن. الايفابوريشن بقى لما اجي اعمل سيباريتنج للميكستشر بس يكون في حاجة دايبة، يعني الايفابوريشن دي can be used to separate materials that evaporate at different temperature، او نقولها بحاجة تانية ان تكون مادة عملت ديزولف ودابت، زي السولتي ووتر. دي ووتر احنا عملنا للسولت كده، جبنا سولت وعملنا لها عملنا له ديزولف ده جوه الميه دي. عايز ارجع اعمل سيباريشن افصل السولت عن الووتر، احطه يغلي باي هيتنج ايفابوريشن، هيحصل تبخر للميه. الووتر والايفابوريتس، بصوا البيكر
الميه اختفت تماما، اتبخرت، اتبقى لك الصولت هو اللي تحت. يبقى لما بنعمل سيبريتنج للميكستشر، ابسط طريقه نقولها لو داب ايفابوريشن زي الصولت كده، لو داب جوه الميه طبعا الصولت بيدوب بيعمل ديزولف، يبقى هستخدم طريقه الايفابوريشن، هعمل هيتنج للووتر، الووتر هيحصل لها ايفابوريتس والصولت از ريمين هيتبقى هنا تحت. لكن الطريقه الثانيه للي ما يدوبش فلتريشن زي طريقه الساند، ما بيدوبش في الميه، فبجيب الفلتر بيبر بطريقه الفلتريشن زي المصفى بالظبط، الووتر تنزل تحت في البيكر ويتبقى لنا الساند فوق. هنشوف مع بعض الاول هنا كده فيديو، الفيديو ده هنشوف فكره ازاي بيحصل ايفابوريشن وفلتريشن وازاي بيتصفى. هنشوف هنا فكره الايفابوريشن وفكره الفلتريشن. في الايفابوريشن مثلا احنا اتفقنا لو عندنا شويه صولت حصل له ديزولفنج ان ذا ووتر، ماده دابته اهي في الميه، فهبدا اعمل هيتنج للووتر واسخنها. كل شويه بتلاحظوا ان في كده اماونت اوف ايه، اوف زي في كريستالز كده بتظهر او حبيبات لونها وايت، هي دي بتاعه الصولت. كل ما يحصل بويلنج وايفابوريشن للووتر، الميه اتبخرت اهو خالص، اهو اتبقى لنا ايه، اتبقى لنا الملح اللي كان دايب جوه الميه، السولت از ريمينز. يبقى انا كده عملت سيباريشن للسولت فروم ذا ووتر اللي كان دايب فيها. دي طريقه الايفابوريشن. طريقه الفلتريشن ان احنا زي ما اتفقنا بنجيب كده فلتر بيبر اللي انتم شايفينها دلوقتي، هبدا احطها كده في الفانل او في القمع ده، وهبدا اصب عليها الساندي ووتر او المادي ووتر اللي فيها ساند او المد اللي هم ما بيدوبوش اصلا في الميه. فاللي هيحصل ان الووتر نزلت في البيكر، لكن الساند او المد اللي ما كانش دايب في الميه اتجمع فوق. يبقى احنا كده عملنا لي سيباريت او فصلنا. وبكده نكون خلصنا ليسون 3. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وفهمتوا منه. ما تنسوش تعملوا لي لايك وتكتبوا تعليقاتكم واسئلتكم كمان ورايكم في الفيديو تحت الفيديو ده في قناة اليوتيوب، قناة عشاق الساينس مع مس عادير سمير. مع السلامة.